وإذا سألك الثالث فقل لهما بلسان طلق بلا خوف ولا فزع: الله تعالى ربي، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، والقرآن إمامي، والكعبة قبلتي، والمسلمون إخواني، والمسلمات أخواتي. ولا تنسى العهد الذي فارقت عليه، فهو شهادة أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم يا مونس كل وحيد، ويا حاضرًا ليس يغيب، آنس وحدتنا ووحدته، واكشف كربتنا وكربته، واعلموا بأن الموت حق، وأن نزول القبر حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. الفاتحة.